السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله درس اليوم الطباعة من الطبيعة. طبعا الطبيعة الإنسان تعلم منها الكثير. الطباعة هي التي الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فنحس الماضية عملنا القالب اللي هو خاص بأوراق الأشجار، وشفنا أوراق الأشجار كثيرة ومتنوعة ومختلفة، وعملنا قالب للنباتات اللي هو أوراق الشجر والورد. طيب اليوم إن شاء الله بإذن الله هنعمل شكل درس تاني بسيط وسهل بسيط. عندنا أدوات اللي هنستخدمها، هنا ده الفلين اللي احنا بنستخدمه طبعا، وورقة الكراسة الرسم، ومقص، والفلين أو الكرتون، الفلين المقوى هذا أو الكرتون، خلاص راح أيا كان، وصحن الألوان، وعندنا الصمغ هذا قلم الرصاص. نبدأ مع بعض. هنختار النهاردة موضوع من الطبيعة أيضا، فهنرسم شكل النجوم والقمر. خلاص هنختار شكل النجوم والقمر. طبعا هذا كان يحتاج ان احنا ممكن نعمله على فلين، ممكن لون غامق، فان شاء الله بإذن الله هنحاول نعمله على فلين حتى لو بنفسجي موجود معنا، وهنبدأ نستخدمه بدل بدل هذا الورق. طيب عندنا شكل القمر، هنعمل شكل دائرة، ممكن نرسم شكل دائرة كده. ده شكل القمر، خلاص. بس لك احنا عايزين نعمل شكل الهلال. طيب هنعمل الهلال كيف؟ اهو شايفين اهو، خلاص. وهنقصه طبعا على الحجم اللي احنا شايفينه هذا. طيب النجوم، بالنسبة لرسمة النجوم هنعمل النجوم كبيرة ونجوم صغيرة. مثلا نجمة كده هذه، وبعد كده طبعا بنمشي على الخطوط الخارجية فقط. نجمة أصغر شوي، نحاول طبعا نظبطها اللي هي حاسة تكون منتظمة، ونجمة ممكن نعملها أيضا أصغر من هذه وهذه. احنا بقى عايزين نحددهم بس كده عشان انا نظبط الخطوط اللي احنا هنمشي عليها بالمقص. اهو نأكد عليها بس كده. هذه النجمة اهي، ثانية صغيرة شوي، نطول هذه كده شوية، خلاص. النجمة كبيرة، نلهم من الخط الخارجي فقط. هذه النجمة ايضا، الهلال اهو، خلاص كده. هنبدأ نقصهم باستخدام المقص. طبعا النجوم سهلة لأن خطة مستقيمة، خلاص. فهنبدأ نقصها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. عندنا الأول الهلال أهو، نمشي عليه بالمقص كده على الخط الخارجي اللي احنا عملناه أهو. خلاص بعد كده من الداخل، شايفين اهو، ده كده الهلال، خلاص اهو. النجمة سهلة جدا ايضا، خط اهو، خطوط مستقيمة سهلة في قصها. خلاص شايفين شكل النجمة اهي، هذه زيادة شوي ممكن خلاص. وهي النجمة الصغيرة، طبعا الأشياء الصغيرة بكون نتعامل معها بخطر شوي،
طبعا قلنا الشمس والقمر والنجوم كلها من الطبيعة، لأنها الأشياء اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. الإنسان دائما بيتعلم من الطبيعة. وين راح الجزء اللي بعد كده؟ النجمة هاي كده، هذا ما احتاجه خلاص. النجمة وسط هاي، هذا الموضوع سهل جدا وبسيط. طبعا هذا الحين ممكن اذا تحس انها طويله او ما زبطت ممكن تظبطها كده، تزيدها عليها وتعدل اللي انت عايز تعدل. مثلا حسيت انها طويله شوي، خلاص كده خلصتنا النجمه. طيب كيف نعمل القالب؟ عندنا القالب موجود اهي، شوف الكبر هذا مع الايه هنا، نظبط على هذا خلاص. هكذا احس انه هو مظبوط هنا. نجيب الصمغ بتاعنا ونصمغ اهو، ويلزق على القالب بالشكل هذا. هذا ما نحتاجه الا مره. طيب عندنا بعد كده هذه النجمة الصغيرة، مش عارفين الوسط مثلا، ممكن نقلبها كده عشان لا يخرب علينا. بعد كده هذه، بعد كده شفنا طريقة عمل القوالب سهل وبسيط. تحس ان هذا طول شوي، نقصها اهو بالشكل هذا كده. خلاص خلصنا كده العمل. جبت عندي قطعة من الفلين الأسود خلاص، وهبدأ أستخدمها في عمل اللوحة الفنية بتاعتي خلاص. فهبدأ أخلي هذا مثلا الأعلى، وبالتالي هبدأ أعمل شكل الهلال هنا كده خلاص، وابدأ استخدم عليه اللون الفضي واللون الذهبي في اللوحة هذه اهو. عندنا اللون الفضي اخذ جزء بسيط كده، وابدأ اضعه هنا على على الشكل هذا. خلاص نبدأ بقى نضعه هنا شكله كده، نظبطه في هنا كده عشان ملينهم فبيتحرك. أبدأ أرفعه خلاص، طلع عندي الآن شكل الهلال هذا خلاص. وأبدأ أعمل بقى النجوم زي احنا شايفين كده، واحدة باللون الأصفر أو الذهبي أفضل. شايفين اللون اللون الذهبي، وضعها طبعا ما أكثر من النجمة اللي هي الكبيرة هذه خلاص. طلعت النجمة، ممكن أعمل واحدة ثانية مثلا في مكان ثاني. نحو نجيب واحدة مثلا هنا كده، بس أرفع خلاص ما أكثر يعني. الصغيرات يكون حالها أفضل شوي، لأن هذه كبيرة واللوحة ما تتحمل أهو.
يبقى دي كلها أشياء من الطبيعة، لأن النجوم طبعا خلقها الله سبحانه وتعالى أهو. خلاص، فإذا احنا شايفين كده أهو النجمة ده طريقة وضع اللوح. كمان هنا خلاص بهذه الآية الطريقة نشوف الصغيرة أصغر واحدة أهي. هنا هنا كده اهي نضع واحدة هنا حولنا المساحة اللي عندنا اهو. عندي ايضا المكان هذا فارغ، اضع فيه واحدة حاولنا لا تتحرك، لا تزحف من اليمين ولا يسار، تزحفت بتخرب من معي الشكل. خلاص يعني اظن كده ما تحتاج، يعني كده تالي كويسة. ممكن نضع واحدة هنا خفيفة كده، وضعنا واحدة هنا خلاص بنفس هذه الطريقة. كده خلصنا الشكل بتاعنا اهو زي ما شايفينه كده. نبدأ بقى نضعها على ايه، على اللينة مثلا تكون مخصوصة ليها، اللينة مخصوصة اهي، وبالصمغ طبعا، ونبدأ هنثبتها بس الشكل اللي هو احنا شايفينه ده كده خلاص كده. ممكن بفرشة صغيرة نعمل ايه نقطة هنا كده خلاص في السماء. شايفين كده في كل مكان ممكن تعمل واحدة زي كده. زي شكل النجمة يعني. خلصنا اللوحه بتاعتنا، فابدأ اثبتها بس على الفلينه بتاعتي طبعا بالصمغه ايضا زي احنا عارفين الصمغه طبعا سهل اهو. وهاجي هنا كده نصمغها كده، أجي ألزقها هنا، أظبطها كده بس في الآن، خليها متوازنة في اللوحة تحت بس، كده خلاص
اضغط على الاماكن الفاضيه دي، وممكن اتركها لين تجف وبعد كده الزقها واعمل عليها اللي انا عاوز اعمله. خلاص اتركها الى ان تجف، بدأنا نعمل عليها. كده يبقى انا خلصت اللوحة بتاعتي باستخدام الايه النجوم اللي هي بالشكل هذا. خلاص يا رب تكونوا استفدتم من الدرس هذا، وسهل جدا وبسيط. ودي طبعا كانت طباعة من الطبيعة، واخدنا شكل النجمة وشكل الهلال وطبعا